هاي بول مارك. نحن وين؟ بانفسترز بتباير. حلو تفضلوا. شو بدنا بالفول؟ عم تحضروا الحلقة تعرفون شو عم بحكي. روح ايه ما تفتحي له شو رولينج ده. حلو رولينج. استاذ جورج اهلا وسهلا. تفضل تفضل. ايه لا بلا الاكاديمي. اهلا وسهلا. بونجور. بالقلب عم معروف. كيفك؟ ماشي. حنتبه لانه هيدي العبق. واصف شل الاكاديمي. شو بدي بالاكاديمي انا؟ اذا مصادرك موثوقه غير موضوع. حربو حبيب قلبي. طيب ماشي يا خيي. ماشي صفوان. لا لا اترك لي الجنيرك هلا. ما يلا عند الناس عايب بوصلوا. يا اهلا وسهلا استاذ جورج. كيف؟ يا هلا فيك. شو الحال؟ الحمد لله. انت كيف؟ اهلا وسهلا فيكم. اعتذر منك. كيف؟ اول شيء نطرتك من امبارح. خمس مره بنسلم. بونجوري بونجوري. كي اهلا وسهلا فيكم استاذ جورج. يا استاذ جورج بدي خبرك خبريه حلوه. انا اتصلت فيك امبارح طلبت تتفضل لعنا لخبرك شو عملت. بدك تبوسني بجبيني. إذا بيعرف صاحب الشركة بيعمل لي قصة لأن أنا ممنوع دق بالحسابات. بس أنا لأنه قلت بختمك حضرتك لعب على الذهب. حضرتك صح؟ حاطط اسم الله عليك رسمين حلو. أنت خدمتك خدمة خدمة العمر. لعبت لك بدال الذهب لعبت لك إياهم على الفول. أستاذ جورج مدخول صح؟ هو شلت لك الرسمين كله. أنت لعب حضرتك على الذهب. شلت لك اياهم لعبت لك اياهم على الفول. بما انه هلا الفول عم بيطلع وغليان انت لعبتها ذكيه. انا قلت لو انت نايم انا واعي لك. عم تمزح ولا عم تحكي جد؟ لا جد عم بحكي. عن جد عم تحكي؟ عم بقول لك انت حضرتهم حضرتك على الذهب لعبت لك اياهم انا على الفول. لا بعدها تليفون؟ كل الوقت هيدا هلا كنت طلعت عم تلعب على الفول؟ لا امبارح اللي طلعت بالقرار. انا الهامي لعبت الهامي. الهامك انا الاول. انا قلت مريس انت. انا اخذها بالاخذها على وق وباحلال واخذها بجد. لا انا عن جد عم بحكي. انا عن جد. مين عن جد؟ هلا حضرتك عن جد خربت لي بيتي وقلت لي عن جد. بمزح. هلا حضرتك عم تحكي عن جد ولا عم تمزح؟ عم بحكي عن جد انا. شو؟ لا ما بحب المزح الله يخليك. ايه ما بتحب المزح؟ ما هذيك الوقت هيك عم تمزح لانه بالاخلاق انت. لا يا استاذ انا قلت بعمل لك. ما في دماغ. انا قلت بلعب لك اياها. يعني بحط مصرياته الذهب جبت له عم تلعب على الفول. انا قلت بطوق لك اياها. لا لا لحظة لحظة لحظة. ايه صفوان خليك هو عندي منيح. تلعب على الاكاديمية شكله طا. لا خلص خلص. طلع خلقي بقى. طلع خلقه مش الاكاديمية. يلا اخوك اخوك هلا ما وصل. انت مثل البطيخه. انت ليش مش لازم تكون قاعد هون انت. انا بقول له اياها. يلا باي. خلص كثير. انا بدي استاذن منكم ما بقى عيدة. وين المصريات؟ بدي مصرياتي. لما بتعيد اول شيء بدك تجيب لي مصرياتي وانت على السطر. بقول لك ما بقى عيدة. ليك لا تخلي فرحة ارتاح منك اليوم. لا لحظه تفضل. رح انا ما رح خليك تفلز علي. تفضل تفضل. يلا شغل خالص. ايه منه طبيعي. لا ما بصير شيء. الله يستر. بدك تسدد هيك شخص عندي عنده. بدنا بيتنا. مدام تحكي لي كلمة بالإذن. تحكي لي كلمة. نعم. يا استاذ جورج. تفضل. لا 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 رح خبرك انا بنزح معك معك بس مش عايش تاكل غيره. خلي تليفونك بايدك اول شيء لتراقب اذا طلع ولا مزح. يلا انزح يا مزح. ابدا مصرياتكم بعضه مصريين. راح قلبي كله ما عدا بدل بمصرياتكم. انا ورا الكاميرا شرفنا ونام واحلام ونحن من وعيد تعيش وتاكل غيره تعيش وتاكل غيره. هاي هلو بول مارك. نحن وين؟ بوينفسترز بتباير. حلو
قد ايه اليوم لنا فاتحين؟ نحن بهذا المجال لنا اكثر من 5 سنين تقريبا، عنا على كل الاراضي اللبنانيه زبونات من لبنان ومن برات لبنان كمان، بيشتغلوا ذهب، بيشتغلوا نفط، بيشتغلوا فوركس وفول وفول. طب اليوم شو بنتميز؟ كثير خطره وكثير بسمعها اليوم انه صار في غدر من الشرط صح للعالم اللي عم توثق فيهم وتحط مصرياتها عندهم. اهم شغله بدنا نعرف مع اي شركه نفوت، اذا شركه مرخصه، اذا شركه بتدفع لنا الارباح لما نربح، كوميشنز تبعها تكون واطيه، ما يكونوا عم يسرقونا لحتى ناخذ الارباح اللي بنعملها بقلب البورصه. في شخص حط 7000 دولار بربع ساعة صاروا 78000 صحيح. دولار صحيح. البورصة بدنا نعرف في عندها مخاطر، بنفس الوقت فيها تربح كتير عالم، فيها تخسر. أهم شغلة برجع بعيد نعرف مع أي شركة عم تروح. ما حتمرق لي منه شي دفعة 2 كيلو فول والله طلعت قوية منه. يلا روح لحظة فيها طبع؟ فيها طبع. 3 2 1 روح.